شكرا معلقنا الكابتن محمد عفيفي، متعتنا النهارده يا محمد عفيفي. اذا المطرقه الاهلاويه لكره الطائره تفوز وبقسوه على نادي الزمالك 3-0 لتحصل على بطوله الدوري للمره الرابعه في على التوالي وال 33 في التاريخ. يمكن النهارده اللعيبه ادوا اداء رجولي، الف مليون مبروك. برحب بضيوفي المره الثانيه، كابتن ممدوح الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، الحمد لله اداء عالمي. يمكن كنت ما بتفرج على ماتشات الدوري العالمي، كنت بقعد اتساءل نفسي احنا ليه مش هم، احنا ليه ما بنلعبش زيهم. النهارده النادي الاهلي بيقدم، عارف يعني، مسرحيه جميله جدا، اكتساح روح عاليه جدا. محمد مسلحي بيقدم كاتشنه وما لعبش في الفرقه كتير، نزل محمود رؤوف غير اللعب في وقت كان محتاجين فعلا، راجل بيلعب ارسال مؤثر، غير نتيجه الشوط الثاني وده كان مفتاح المكسب النهارده. مبروك كابتن احمد زكريا. طبعا نجمنا، الف مبروك يا كابتن. حاجه عظيمه، وده ده اللي كنا متوقعين ان الاهلي. صحيح حضرتك قلت لو في اسوء الظروف هتبقى نتيجه اه هياخد شوط يعني. كابتن ممدوح قال 3-0. خلاص كابتن ممدوح كسب. صحيح لا لا كلنا واحد، مفيش كسب ده توقع يعني. توقع بتاعه، بس خليني اقول انه المباراه يعني شهدت الحمد لله رب العالمين بعض الاوقات الصعبه، ولكن رجالنا كانوا على الموعد يا كابتن احمد. لا الحمد لله، يعني النتائج والاداء بتاع الفرقه كانوا كلهم يعني كلهم ممتازين جدا. يمكن احنا كنا متوقعين الارسال بتاعنا يبقى اقوى من كده، يعني احنا كان ارسال قوي وكل حاجه، لكن خسرنا ارسال كتير في ودي دي اللي ادت المباراه ان الزمالك يعني بيلعب مع الاهلي هناك. صحيح يعني كل اخطاء الاهلي، يمكن معظم نقاط الزمالك من اخطاء الاهلي يعني. وكلما زاد الصوت العالي قبل المباراه كلما كان الدرس قصير، والنهارده الحقيقه يعني رجال النادي الاهلي ادوا مباراه، عزلوا نفسهم عن كل اللي بيتقال حتى بعد خساره طلائع الجيش، ولكن الرد كان في الملعب 3-0. وده البطل، لما بيتكلم كل بيسكت، لما بيتكلم البطل الكل بيسكت، حتى لو الاصوات كانت عاليه قبل المباراه بتهيالي بعد المباراه مش هيبقى في اصوات، لان الحقيقه الرد كان قاسي يا كابتن. الدروس مستفاده كتير من مباراه اليوم. طيب كابتن معلش هقطع حضرتك، بس هنروح لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مهم مع عريس الليله ميدو مصالحي. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام الكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل. مليون مبروك زي ما انت قلت عليه، عريس الليله وعريس النادي الاهلي كابتن ميدو مصالحي. كابتن ميدو، مشوار صعب وبطوله صعبه جدا، ولكن دايما بيبقى رهاننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، والكابتن احمد زكريا قال لك وقت الحسم شخصيه الماسترز بتظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اولا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي دايما مساندنا في اي وقت، سواء في خساره في مكسب، على طول معانا. بشكرهم جدا، مش عايز اقول لك كميه الرسائل اللي جات لي، ما يهمكوش حاجه في ماتش الجيش، يعني بعد ماتش الجيش الحمد لله انا معايا رجاله بمنتهى الامانه بيعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، وعملوا اللي عليهم وزياده في الماتش الاخير دوت، والحمد لله ربنا يعني عملنا مجهود كويس قوي السنه دي. يمكن بقى لنا سنه بنتمرن، الموسم كان يعني اعتبر ثقيل شويه، في تاجيلات كتير طبعا مش غصب عن يعني عن الاتحاد من اصابات كورونا يعني، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقنا وان احنا نحقق الدوري، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. الكابتن هيثم السعيد بيقول لي الكابتن ميدو مصلحي الحراق دايما، يعني من 11 مباراه امام الزمالك ما خسرش الا مباراتين، والمباراتين كانوا تحصيل حاصل. والله الحمد لله، ده توفيق من ربنا ومجهود مجهود 15 مباراه كابتن هيثم. 13 مباراة، يعني الواحد ما بيعدش ولا حاجة، بس الحمد لله ده توفيق من ربنا كبير يعني الحمد لله. شفنا النهارده فرحة اللاعبين والتفافهم مع الكابتن ميدو مصلحي، أعتقد فرحة اللاعبين بتدل على الروح اللي ما بينك وما بين اللاعبين النهارده. إخواتي وفيهم أولادي كمان، فالحمد لله رب العالمين الحمد لله. شفنا دموع الكابتن ميدو مصلحي في المباراة الأولى مباراة 3-0، النهارده بقى دموع فرح، النهارده السعادة هي عنوان المباراة النهارده. والله الحمد لله، لا دموع ولا حاجة، الحمد لله أنا فرحان قوي إن إحنا بنقدر نسعد جمهور النادي الأهلي، يعني الحمد لله بجد والله، دي عندي بالدنيا. أنه أصعب مباراة الزمالك وأنت كلاعب ولا وأنت كمدرب، وأنا عارف إن أنت مع كلاعب حققت الكثير من البطولات تتجاوز ال 50 بطولة. مدير فني صعب جدا، أنت مسؤول عن يعني مسؤول عن فرحة جمهور كامل، فرحة مجلس إدارة، فرحة الناس دي كلها عندي بالدنيا، فأنا لما بتطلق عليا المسؤولية دي بيبقى عبء كبير، واللعيبة دي على قد المسؤولية دايما بيكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. اعتذرنا عن الاشتراك في البطولة الأفريقية، كان ليه تأثير، لكن أنت سريعا تجاوزت هذا الأمر وقلت إن إحنا مش هنغامر بسمعة النادي الأهلي، ودايما بنخاف على مصلحة اللاعبين. ده صحيح، أنا ما أقدرش أغامر بسمعة النادي الأهلي، لما أخش بطولة لازم أبقى
ضامنها 100%. وكمان ظروف الكورونا كانت في الوقت ده مقفول خالص، ومجلس الاداره خد القرار الصحيح يعني، والحمد لله يعني ان شاء الله نعوضها السنه الجايه، وان شاء الله يعني نشارك البطوله الافريقيه والعربيه كمان ان شاء الله. كابتن هيثم، يعني لو عايز توجه سؤال او كلمه سواء حضرتك او الكابتن احمد زكريا او الكابتن ممدوح اسماعيل، لزي ما حضرتك قلت عريس الليله الكابتن ميدو مصلح، تحب تقول له ايه؟ يعني طبعا بعد الهزيمه اللي في الدور قبل الاخير مع طلائع الجيش، وطبعا يعني تعالت الاصوات والكلام كتر على السوشيال ميديا كيف نجح ان يعزل فرقته عن هذا الكلام. كابتن هيثم بيقول لك يا كابتن ميدو دلوقتي بعد الهزيمه امام طلائع الجيش الكلام كتر على السوشيال ميديا وكان فيه ضغوط كتير، ازاي قدرت تعزل الفريق وتركز في مباراه الزمالك؟ طيب اول حاجه يعني عشان قلت لهم لازم تغيروا المود بتاعكم خالص، يعني الكلام ده كان اول امبارح عملت اجتماع معاهم وانا واحنا واقفين على الخط، المود بتاعهم لازم يتغير، الماتش ده كان لم يكن خالص، لان كده كده كنا لازم نكسب الماتش دوت. انا عايز اقول لك كميه التركيز اللي كانوا في الثلاث ايام اللي فاتوا من اللعيبه، عملنا محاضرتين على فرقه نادي الزمالك، مسكنا مفاتيح لعبهم كويس قوي، والحمد لله كان النتيجه اللي انت شايفها كان 3-0 في النهائي الحمد لله. اخيرا كلمه لجماهير النادي الاهلي، كلمه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب، تحب تقول لهم ايه؟ اولا مجلس اداره داعم كبير جدا للنادي الاهلي، ما فيش طلب بطلبه بصراحه كمدير فني، لما الحمد لله رب العالمين بيتنفذ عن طريق طبعا كابتن رؤوف اللي بشكره جدا، وبشكر اداره النشاط الرياضي كلها. جمهور النادي الاهلي يعني انا مش عايز اقول لك انا بحبهم قد ايه، مش عايز اقول لك هم ساندين للفرقه دي قد ايه، والحمد لله ان احنا دايما بنبقى عند حسن ظنهم. اشكرك يا كابتن ميدو ودايما في انتصارات. ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقانا مع عريس الليله الكابتن ميدو مصلح بعد فوز النادي الاهلي على فريق الزمالك بثلاثه اشواط مقابل لا شيء. مبروك يا كابتن هيثم، البطوله رقم 33 في الدوري المصري لكره الطايره، دايما بين احضان الجزيره من جديد، تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقائنا مع كابتن محمد مصلح ميدو عقب الفوز. هنروح لمعلقنا الكابتن محمد عفيفي وتغطيه لمراسم تسليم الجوائز، فالى هناك. شكرا مره اخرى كابتن هيثم سعيد، شكرا كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن احمد زكريا، عوده من جديد مع تتويج الابطال النجوم الكبار، الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. النادي الاهلي اللي النهارده خلص وما رحمش واتى باللقب والدرع والذهب الخامس تواليا وال33 في المسيره الاحترافيه مع الدوري الممتاز في الكره الطائره المصريه على مستوى الرجال، والتتويج بالتاكيد بعد تتويج الميداليه البرونزيه اللي طلعها الجيش صاحب المركز الثالث، ثم نادي الزمالك صاحب المركز الثاني كالعاده، ده الترتيب بتاعنا وكالعاده مع الوصول للقب والدرع والذهب للاول البطل الكبير النادي الاهلي النسر الاحمر اللي بيتوج بالتاكيد وفي هذه اللحظات في وصول للكابتن محمد مصلح ميدو الى جوار الكابتن تامر تايجر، كابتن تامر مجدي، الكابتن محمود جمعه، والنجوم بقى الكبار كلهم السكواد اللي كان موجود النهارده في وجود عبد الله عبد السلام الكابتن والقائد الى جوار احمد صلاح، عبد اللطيف عثمان، عبد الحليم عبو، احمد صلاح بالتاكيد زي ما قلنا، وعبد الرحمن سعودي اللي دخل في سكواد هذه المباراه لكن ما شاركش، لكن موجود ايضا كرازمير جورجيف البلغاري هذا المحترف الرائع في تشكيله النادي الاهلي واللي قدم مباراه استثنائيه، حاله حال اللي قدم مباراه استثنائيه وخياليه، المحترف الثاني في تشكيله النادي الاهلي رايموند سيزيتو الكندي، احمد قطب بالتاكيد، حسام يوسف عبد الله البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي الخبره، احمد عبد العال اللي نزل في اخر نقطه علشان يعمل الاستقبال المميز اللي يخلص من خلاله احمد سعيد نقطه المباراه واللقب بالدرع والذهب ولمره جديده، ومحمد عادل دوله البرج الاهلاوي الدولي البطوله بالتاكيد، وعبد الرحمن الحسيني اللي بره قائمه هذه المباراه، محمود رؤوف عبد القادر اللي كان حاله في الشوط الثاني مع ارسالاته ونزوله اللي بيعمل من خلالها او بالتغييره دي التحويله ميدو، محمد مصلح في اداء النادي الاهلي، محمد رمضان الرائع الرائع الليبرو في تشكيله النادي الاهلي الى جوار مومو، محمد معوض بالتاكيد اثنين من ثنائي الليبرو المحترمين فنيا في تشكيله النادي الاهلي، حالهم حال كل نجوم النادي الاهلي واحمد سعيد وابو السعود السيد وكل نجوم النادي الاهلي بالتاكيد، والكابتن ايمن علي الاداري والمدير الاداري الكابتن خالد ابو زينه والمحلل التقني احمد سعيد بتعددها فولي والسكاوتنج والشغل العالي، وعبد الرحمن مكي المدلك والطبيب ايهاب فخر الدين والتاهيل سامح ظلام والاحمال الحسن عبد المجيد، وها هي لحظه التتويج كاس البطوله، عبد الله عبد السلام الغزال المصري الوحش الاهلاوي يرفع من جديد
كأس الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 حالة استثنائية وخيالية في عالم الكرة الطائرة المصرية بأجواء أكثر من رائعة، نتمناها تستمر في كل البطولات والألقاب والأرقام. وقلنا لسه الكاس بتاع أهل الصفوة بتاع النادي الأهلي جاي وبدايته مع الشرقية لدخان يوم 7 بإذن الله من شهر يونيو الجاري. الأهلي الكبير، الأهلي العظيم، الأهلي الذي لا يموت ولا يمل من البطولات ولا يشبع من الألقاب، الأهلي الذي لا ينحني ولا يخضع ولا ينهار حتى وإن كان في أصعب الظروف، الأهلي النجم وجمهوره ومجلس إدارته ولاعبيه وكل مريدينه بالتفوق هم نجوم في عالم الرياضة المصرية. وكرة طائرة الأهلوية بتكمل المسيرة الكبيرة بعد فوز بلقب السوبر الإفريقي للنادي الأهلي على مستوى الرجال وبنات 18 سنة على مستوى كرة طائرة في بطولة الجمهورية. ها هو النادي الأهلي يتوج باللقب والدرع والذهب للنسخة رقم 33. احتفالية كبيرة كابتن هيثم، بالتأكيد ليك كل التحية، والكابتن ممدوح إسماعيل، الكابتن أحمد زكريا، والأستاذ عز حافظ، والأستاذ محمد ناجي اللي دعمنا بالكثير من المعلومات، وكل فريق العمل اللي موجود في الاستوديو وحتى اللي موجود في صالة المقاولون العرب، وكل الصالات اللي نقلنا منها العديد من المباريات على مدار الموسم. مبروك مرة تانية للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم. تحياتي في الأخير محمد عفيفي، بعد قليل مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفي محللينا الكرام، واستكمال الاحتفالية مع الصدارة والهيمنة للكرة الطائرة المصرية دائما للنسر الأحمر النادي الأهلي. عفيفي فعلا كفيت ووفيت وغطيت يعني المباراة بشكل رائع. نعم هي فرقة لكرة القدم ولكن بطعم كرة القدم. كابتن يعني يمكن التاريخ بيتكلم 4 مرات للدوري. طب خلينا معلش يا كابتن سالة حامد في أرض الملعب ولقاءات مهمة النهاردة، هم الأبطال وهم الحقيقة أصحاب الفوز الكبير. خلينا نروح لسالة حامد ولقاءات مهمة من أرض الملعب، فإلى هناك. برحب بك طبعا يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا خليني ابارك لك طبعا يا كابتن هيثم، وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا مدرب العام الفريق كابتن تايجر، كابتن طبعا تامر مجدي، برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومليون مبروك طبعا فوز النادي الاهلي بالبطوله، يعني طبعا رقم 33 والرابعه على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انا بعتذر طبعا عن صوتي وفرحتي. انا بشكر اول حاجه العاب الصالات ان هي الفتره اللي فاتت الثلاث اربع ايام اللي فاتوا الحمد لله ثقه الجمهور ومجلس الاداره وكل محب الكره الطايره بالنادي الاهلي عمرهم ما شكوا ولو للحظه صغيره في فرقه الماسترز، فرقه النادي الاهلي كره طايره. الحمد لله بشكر ربنا اولا واخيرا على الفضل. النهارده بلعب نهائي، اعصاب متوتره، ربنا كرمني ان انا اكسب فريق كبير زي نادي الزمالك 3-0 في نهايه الدوري، كانت مباراه حاسمه تحدد بطل الدوري، فده الحمد لله فضل من عند ربنا. بشكر كل الناس اللي جات وساندت النادي الاهلي، وده اهداء بسيط للنادي الاهلي والمجلس الاداره وللجمهور رقم واحد في الفرقه. طبعا يا كابتن الحمد لله، ويمكن الماسترز يعني الموسم ده كان صعب جدا، يعني طبعا بسبب فيروس كورونا الدوري توقف كذا مره، فطبعا البطوله دي كانت صعبه جدا على النادي الاهلي بالذات الموسم ده. طبعا الصعوبه كلها في مصر، وربنا يحفظ مصر وشعب مصر من الاجواء اللي احنا بنشوفها في الكورونا. الفرقه عدت عليها مراحل كتير قوي، احنا بقالنا سنه شغالين، كل فتره المرض بتاع ربنا، وكل فتره تلاقي واحد او اتنين الفرقه بيحصل فيها توقفات، بس بفضل ربنا قدرنا نكمل وربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب والحمد لله. رغم كابتن كل التوقفات دي في بطوله الدوري، لكن دايما بنشوف لاعبي النادي الاهلي رجال ادى ثقه جمهور النادي الاهلي ودايما بيادوا اداء متميز في كل مباراه. الحمد لله دايما معروفين ان احنا في الاوقات الصعبه الفرقه كلها بامر الله بتفضل رجل واحد، من اول الكابتن محمد مصلحي لغايه اخر واحد عامل الغرفه، كلنا بنبقى ايد واحده مسخرين كلنا ان احنا نلعب على البطوله. ربنا بيكرمنا عشان احنا بفضل الله مخلصين للنادي الاهلي ومخلصين لمحب الكره الطايره في النادي الاهلي. كابتن تامر طبعا بشكرك جدا، ويعني ان شاء الله عقبال بقى كاس مصر ان شاء الله باذن الله، ونوعد الجمهور دايما النادي الاهلي محطوط في المواقف دي بامر الله يبقى في بطوله ثانيه ان شاء الله كاس مصر. شكرا. يمكن ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقاءنا مع كابتن تايجر، كابتن تامر مجدي مدرب العام لفريق النادي الاهلي بعد تتويج النادي الاهلي طبعا ببطوله الدوري للمره 33 في تاريخه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، شكرا جزيلا والف مليون مبروك لكابتن تايجر. الحقيقه يعني عملتوا اللي عليكم، والجهاز الفني بصراحه ما قصرش، حتى اللاعبين ما قصروش. شكرا جزيلا سلام حامد. معلش يا كابتن انا بقطعك للاسف، بس لازم نروح الملعب
عشان طبعا هم الابطال وهم النجوم وده يومهم. طبعا بهني الجماهير وبهني اللعيبه وبهني الجهاز الفني وحبهم لبعض وشغلهم في وقت الزنقات وقت الخساره انهم يحولوا الخساره مكسب، دي روح عاليه جدا. اولا بهني قناه النادي الاهلي النهارده على التطوير اللي انا شفته من التصوير بكاميرات متحركه ونقل صوره حيه من قبل الماتش. فعلا انا شفت تصوير النهارده زيه زي التصوير العالمي اللي انا بشوفه في بطوله الامم العالميه. الحمد لله يمكن في دروس مستفاده كتير النهارده. دور عبد الله النهارده وخبرته وقيادته. طب ده لسه بتقول عبد الله عبد السلام تمام. هنروح لفاروق صلاح من ارض الملعب ولقاء مع عبد الله عبد السلام. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن هيثم وكل التحيه للكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، واحد من نجوم الماسترز في النادي الاهلي ونجوم الكره المصريه للكره الطايره، الرافال المصري عبد الله عبد السلام اللي كنت حضرتك والاستوديو التحليلي بيتكلم على واحد من نجوم المباراه النهارده. عبد الله مباراه كبيره وبطوله غاليه جدا ليكم كلاعبي النادي الاهلي، ورهاننا دايما بيبقى عليكم في الوقت الصعب. الاول الحمد لله رب العالمين، برحب بكابتن هيثم وكابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح طبعا مدربيني واساتذتي في التدريب ومرنوني وانا صغير، وليهم الشرف وليا الشرف اني اتمرنت معاهم. الاول الحمد لله رب العالمين، طبعا موسم صعب جدا علينا، بنلعب كل شهر مثلا بنلعب ماتش او ماتشين بنرجع نقف تاني بنرجع تاني، مش متعودين يعني نتحط في موقف زي دوت. ثلاث سنين اللي فاتوا بنحسم الدوري قبل ما ينتهي، شاءت الظروف الحمد لله رب العالمين نخسر ماتشين يعني مش متوقعين خالص بالمره، يعني انا من اللعيبه واللعيبه اصلا زعلان على الاخفاق اللي حصل، بس الحمد لله رب العالمين يعني اللهم لك الحمد والشكر زي شاءت الظروف اللي احنا يعني مع الديربي بتاعنا الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا ونحقق المكسب، وان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم الكاس يبقى فيه احسن من كده ان شاء الله وبنتيجه احسن من كده باذن الله. كابتن عبد الله، الثقه اللي كانت عندكم والهدوء اللي انت قدرت تتعامل بيه في المباراه والتحكم في الفريق، كان في هدوء النهارده على الرغم ان ممكن نادي الزمالك كان يعني اتقدم يعني بنقطه او بنقطتين، لكن كان عندكم هدوء سيطره والهدوء النهارده فرض نفسه على اللقاء. طبعا المباراة يعني واخده شكل عصبي والتحدي النفسي، لازم طبعا احنا الحمد لله عندنا خبرات اللعيبه بتاعتنا موجوده، طبعا مش كل بونت هفضل هزعق واصرخ مع زمايلي على اي بونت بجيبه، محتاج هدوء اعصاب. المباراه زي ما انت شفت الشوط الاول والثاني المباراه ماشيه سجال، الحمد لله رب العالمين خبرتنا قدرت تحسم الظروف الحمد لله رب العالمين لينا، فكنا لازم نظهر بالمظهر الهدوء دوت نركز في اللي جاي، والحمد لله رب العالمين خرجنا من المباراه على بر الامان والحمد لله رب العالمين. الثقه اللي عندكم والبطوله ورا بطوله بتشكل عبء كبير عليكم كماسترز بتاع النادي الاهلي، والجماهير بتثق فيكم دايما، ده بيشكل عليكم عبء كبير، ازاي بتتعاملوا مع الامر ده؟ طبعا زي ما حضرتك عارف يعني فرقه البطوله زي فرقتنا الحمد لله رب العالمين وفرق النادي الاهلي، انت متعود لازم تكون رقم واحد، متعود ان انت تكسب كل الماتشات، متعود تكسب كل البطولات، ما بتبصش على ماتش، احنا بنبص على بطوله. زي ما انت شفت كده حصل اخفاق قمنا تاني ورجعنا تاني، فطبعا الفرقه الكبيره لازم تبص على البطوله في الاخر. الحمد لله رب العالمين خدنا المراد وخدنا الهدف اللي احنا عايزينه الحمد لله رب العالمين، يعني دي من سمات فرقتنا الروح والعزيمه والقوه طبعا والاصرار مع الجهاز الفني والاداري، والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر. مبروك يا كابتن عبد الله، ومستنيين منكم الكتير باذن الله. ان شاء الله مبروك لينا كلنا، مبروك جميع النادي الاهلي، مبروك اعضاء مجلس الاداره المحترمين اللي حاضروا النهارده، ببارك كابتن محمود الخطيب بارك لنا في التليفون، بقول لهم ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله بالكاس والجاي احسن باذن الله النادي الاهلي. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الرافال المصري عبد الله عبد السلام نجم النادي الاهلي ونجم فريق كره الطايره. من الامور المهمه جدا اللي عايز اقولها من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي ان الكابتن محمود الخطيب مع يعني انتهاء الشوط الثالث وفوز فريق النادي الاهلي كان حريص ان هو يعني يهني اللاعبين عن طريق التليفون وبارك للاعبين. خليني بقى في الوقت ده يعني ارحب بواحد من رجاله النادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. كابتن رؤوف تحياتي للكابتن هيثم سعيد، كابتن احمد زكريا، كابتن ممدوح اسماعيل، مليون مبروك، موسم صعب في ظل كورونا في ظل ظروف كتير، لكن دايما بيبقى رهاننا على شخصيه النادي الاهلي وعلى ابناء النادي الاهلي. في البدايه طبعا ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل وخاصه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب شاهد المباراه في دبي على الهواء، وبمجرد انت اخر نقطه كلمني وعلى طول وصلته لكابتن فريق والكابتن محمد مصلحي، نقل تهنئته لجميع افراد الفريق. بقول الفريق ده فريق الذهب، فريق ده الماسترز زي ما بيسموه، بقول انه
صعب جدا انك انت تطلع للقمه، لكن عشان تحافظ على القمه ده شيء صعب. وهذا الفريق هذا الموسم واللي قبله واللي قبله واللي قبله الحمد لله سيطره على الاجواء الكره الطايره في مصر وعربي وافريقي. نقطه جميله وبيضه على صدر النادي الاهلي هذا الفريق. واهم حاجه ان احنا خلصنا النهارده، في عندنا كاس مصر على طول هيبتدي في خلال 3 4 ايام، لان كما تعودنا دائما نحن لا نشبع بطولات. الف مبروك جماهير النادي الاهلي، وبقول باذن الله كاس مصر عشان يحققوا الثنائيه السنه دي باذن الله. كابتن رؤوف، الكابتن الخطيب ليه كلمه وهي يعني المقياس بتاعنا دايما، بيقول لك الفرحه في النادي الاهلي ما بتاخدش وقت كتير، لاننا دايما بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده بطوله جديده وتحدي جديد. اعتقد دي نقطه مهمه حضرتك اثرتها، لكن النهارده الثقه اللي كانت عند حضرتك واعضاء مجلس الاداره الموجودين في اللاعبين، ما فيش يعني في وقت من الاوقات حسيت بخوف من المباراه؟ لك عندنا ثقه، عندنا اللعيبه النهارده على قدر المسؤوليه. يعني الحقيقه زي ما انت قلت، يعني تملي المقوله ان احنا بنتورثها جيل عن جيل. البطوله اللي احنا بنحرسها عباره عن كاس بيتشال في الدولاب، ويجب ان احنا ننتبه بسرعه لما هو قادم. عشان كده انا بقول ان احنا اهم حاجه نبتدي نستعيد الكاس مصر اللي هو في خلال هذا الاسبوع. واللي انا عايز اقوله ان كلنا وتعودنا داخل النادي الاهلي الفرحه بتاخد وقتها، ولكن تملي التاهب هو ده العنوان بتاعنا علشان نحافظ على كم البطولات اللي هي تملي بنحرزها. كابتن رؤوف، وبالتوفيق دايما وفي مزيد من الانتصارات لفرق النادي الاهلي. شكرا والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وقبليه طبعا لقاء عبد الله عبد السلام. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب، شكرا جزيلا. خلينا نروح لسلاح حامد ولقاء مع احمد صلاح، اتفضل يا سلام. طبعا برحب بك مره تانية يا كابتن هيثم، ومستمرين معاك طبعا في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا العالمي كابتن احمد صلاح لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن احمد، طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني ابارك لك النهارده فوزكم وتتويجكم بلقب بطوله الدوري. ربنا يخليك يا سيدي. طبعا انا بشكرك جدا، الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا، وزي ما انت عارفه طبعا النهارده كان نهايه الدوري، كان خسرنا من 3-4 ايام من الجيش، لكن الحمد لله الفرقه زي ما انت عارفه ان الاهلي دايما بيجي في الوقت المطلوب. الحمد لله ربنا كرمنا، عرفنا النهارده الماتش، يعني النهارده بقى لنا اسبوع او بالظبط 5 ايام بنذاكر الزمالك على الماتش دوت، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الفوز ب 3-0 الحمد لله. يعني كابتن، يمكن الموسم ده موسم صعب طبعا على كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ولكن الماسترز دايما معودنا على الاداء المتميز واداء القوي في كل المباريات، وزي ما انت قلت بيبقوا حاضرين في الاوقات الصعبه. اكيد طبعا بالنسبه انا يعني بقالي بالظبط اكتر من 28 بلعب فولي. اصعب موسم في حياتي هو ده الموسم، يعني بقالنا سنه كامله بنتمرن، كل شويه الدوري بيقف وبيرجع تاني، يقولوا لا اصل كورونا، اصل في فرقه عندها فرقه ما عندهاش. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لنا، حتى المدرب محتار مش عارف يعمل ايه، يعني يعمل فتره اعداد ازاي، كل شويه يغير البرنامج بتاعه. فالله كان فعلا، يعني كنت انا بتكلم مع كابتن ميدو انا وعبد الله بالاخص، يعني ان هو فعلا كل شويه مش عارف يعمل ايه، يعني كل شويه يقول لك انا هبدا احمل، طب النشاط يجي بعد اسبوع 10 ايام يقول لك الدوري هيبدا. طب هو الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لنا، لكن هي هو ده النادي الاهلي، هو عودنا نلعب في اي ظروف. والحمد لله ربنا كرمنا النهارده، وده كان مهم جدا جدا بالنسبه لنا الدوري ده بالذات. لا لحاجات كتيره، يعني لحاجات كتير فقدر اتكلم فيها، لكن الحمد لله يعني كسبنا الدوري، ولكن الموسم لسه ما انتهاش. بالنسبه للماسترز لسه في بطوله كاس مصر هتبتدي ان شاء الله بعد كام يوم، يوم يعني بالظبط 6 ولا 7 يا كابتن؟ يوم 7 ان شاء الله. 7 ان شاء الله، يعني لسه في بطوله كاس مصر، يعني ان شاء الله كلمني بقى عن التجهيزات طبعا والاستعدادات للبطوله دي يا كابتن. اكيد طبعا، احنا النهارده هنفرح، عندنا يومين اجازه كابتن محمد مصلح، عندنا يومين اجازه خميس وجمعه، نفرح براحتنا مع عيلتنا ومع كل واحد مع عيلته ومع حبايبه وكل حاجه. يوم الجمعه يوم السبت ان شاء الله تمرين، خلاص الصفحه اتقفلت، ده النادي الاهلي متعودين عليه. يعني الدوري بالنسبه لنا الحمد لله ده السنه الرابعه على التوالي، عندنا بطوله مهمه ثانيه بطوله الكاس، من يوم السبت ان شاء الله نبدا نستعد لها ونجهز باذن الله للكاس. مشكوره جدا يا كابتن، ومليون مبروك مره ثانيه، وعقبال الكاس ان شاء الله. شكرا يا سيدي، ربنا يخليك. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع العالمي طبعا المونديالي كابتن احمد صلاح، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلاح حامد، شكرا جزيلا، بشكرك على التغطيه المميزه انت وفاروق صلاح من الارض الملعب. الحقيقه زي ما شفنا كابتن محمود الخطيب
كلم الفريق في اخر نقطه الحقيقه بعد حسم المباراه وهنأ الفريق، وطبعا ده كان دعم معنوي كبير جدا. وكابتن محمود الخطيب من اكتر يعني الفترات اللي شاف الدعم للكره الطائره. طب هنروح لفاروق صلاح ولقاء مهم من ارض الملعب في هناك. من جديد ده بجد التحية بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. معي في هذه الأثناء دكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة الطائرة. دكتور سامح برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. هنقول مليون مبروك للنادي الأهلي، لكن مليون مبروك ليكم في موسم صعب جدا شهد الكثير من التحديات، لكن كمسؤول اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري كنتم على العهد. الحمد لله احنا فعلا فخورين ان احنا قدرنا ننهي موسم في منتهى الصعوبه، كورونا وانسحابات واشكالات يعني موسم كان صعب جدا جدا، بس الحمد لله احنا مرينا بيه الحمد لله على خير. واحنا كمان ان شاء الله عندي نهايه كاس مصر للسيدات يوم الجمعه والاثنين اللي جاي، ويبقى خلصنا الموسم بالنسبه للسيدات دوري وكاس، وهنا خلصنا الدوري وان شاء الله كاس بتاع الرجال هيبدا بعد كده خلال يعني خلال ايام ان شاء الله، ونتعشى ان احنا نكون خلصنا الموسم على خير. والحمد لله انا شايف ان الموسم كان ناجح جدا، بدليل ان تقارب كل النتائج بتاعت الفرق من رقم 1 لرقم 12، لدرجه مش هتصدق ان احنا لغايه امبارح احنا مش عارفين مين هينزل ومين هيطلع، وواخدين ارقام يعني وماتشات في منتهى القوه ومنتهى الصعوبه. مع حضرتك يا دكتور سامح يعني في ظل الموسم الصعب التنسيق كان مع الانديه، ويعني انا اتكلم على النادي الاهلي بالتحديد، والتواصل والتنسيق والدور اللي موجود من مجلس اداره النادي الاهلي خاصه الكابتن محمود الخطيب، تحب تقول لهم ايه؟ لا هي الحقيقه طبعا النادي متعاون في كل حاجه، والحقيقه احنا ما شفناش منه اي مشكله ولا اي حاجه. وبرده انا عايز اقول انا بشكر كل الانديه، لان فعلا احنا ما لقيناش مشاكل مع الانديه، بالعكس الانديه ساعدتنا جدا على نجاح هذا الموسم. شكرا يا دكتور سامح وبالتوفيق دايما ومزيد من البطولات لمنظومه الكره الطايره في مصر. شكرا ليكم كلكم. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره الكره الطايره بمصر. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. فاروق صلاح من ارض الملعب ولقاء مع الدكتور سامح حمدي، الحقيقه اللي ادى اداء كبير في اللجنه المؤقته واللي دار كره الطايره في مصر الى بر الامان في ظروف صعبه. وزي ما قلت لحضراتكم ان كابتن محمود الخطيب في نهايه المباراه وطبعا خارج البلاد وقدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين. والحقيقة كابتن محمود الخطيب قبل ما نروح لفاروق، أنا كنت بقول أنه حصل دعم كبير جدا للعاب الصلاة الموسم ده، وقلنا ده الميركاتو الكبير في الصفقات. والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين أن الفوز والنجاح ده مش هيجي من فراغ، أكيد في مجلس إدارة بيدعم بقوة وعلى رئيسته طبعا كابتن محمود الخطيب. وطبعا كابتن محمود الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدرة الدوري. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة الجماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية مساء اليوم بنتيجة 3-0. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج مميزة وقدم عروضا طيبة. وجاء في التهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز مستمر، مؤكدا على ثقته في إخلاص رجال الطائرة وكل عناصر المنظومة على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات. ودائما ابدا كابتن محمود الخطيب في كل رسائله بيركز على نقطتين، التهنئه في البدايه ثم البطوله القادمه بعديها، ما فيش وقت نفرح، لازم نروح لبطوله بعديها. ودائما ابدا رسائل كابتن محمود الخطيب بتكون بهذا المعنى، وهو هذا الرئيس نادي الاهلي الاسطوره الحقيقه اللي دائما ابدا يعني ما بيشبعش بطولات زي ما بيقولوا، وما بيخليش حتى اللاعبين تشبع بطولات. خلينا نروح لارض الملعب تاني ولقاء مهم مع محمد عادل نجم الفريق، اتفضل يا سلام.
طبعا برحب بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، ومستمرين طبعا معاك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن معايا في هذه اللحظات طبعا كابتن دولا، كابتن محمد عادل طبعا لاعب النادي الاهلي. برحب بيك في البدايه، وخليني ابارك لك طبعا على ادائك النهارده طوال الثلاث اشواط طبعا في المباراه، وتتويجكم بلقب بطوله الدوري. اولا الله يبارك فيكي، بمسي على الكابتن هيثم وضيوفه الكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل. الحمد لله كان الماتش النهارده كان ماتش قوي، كان ماتش دوري، كنا خسرين ماتشين، فالماتش ده يعني كان ماتش دوري، كنا بقالنا 3 سنين اصلا بنكسب الدوري قبل ماتش الزمالك، فده كان اول ماتش لينا يبقى نهائي دوري بالشكل ده، والحمد لله قدرنا نفوز على فرقه نادي الزمالك. فرقه الزمالك فرقه قويه، والحمد لله قدرنا نفوز عليها 3-0 الحمد لله. طبعا كابتن ممدوح اسماعيل حمى حضرتك، حماك يا كابتن. عايز اعرف بقى قال لك ايه قبل الماتش النهارده؟ طبعا ماتش النهارده مهم بقى، فاكيد قال لك حاجه. لا هو دايما بيكلمني بيشجعنا، حتى خسارتنا بعد ماتش الجيش بعت لي على الواتساب بيشجعنا، خلاص ارموا راداركم وماتش تحصيل حاصل، ركزوا في ماتش الزمالك ده الماتش الاهم وده اللي يحسب الدوري. وكلمني قبل الماتش النهارده بيشجعنا وبيحفزنا، فالحمد لله يعني. والجمهور برده ناس من على الفيسبوك والانستجرام، فالحمد لله كنا على قد المسؤوليه، كان اللعيبه كلها كانت رجاله والجهاز عملنا محاضرتين امبارح والنهارده، فكنا مركزين الحمد لله على الماتش وعارفين كل لعيب هيعمل ايه النهارده، فالحمد لله اللي طلب مننا نفذناه، والحمد لله وقدرنا نفوز على الزمالك 3-0. كابتن يمكن انت اتكلمت في نقطه وهي الخساره في مباريتين طوال مشوار النادي الاهلي طبعا في بطوله الدوري السنه دي، يمكن الحمد لله الخساره دي سواء في مباراه بتروجيت او مباراه طلائع الجيش ما اثرتش على لاعبي النادي الاهلي ولا على ادائهم، زي ما شفنا النهارده اداء متميز واداء قوي طوال المباراه. طبعا ماتش بتروجيت كان ماتش مفاجاه بصراحه بالنسبه لنا، بس الحمد لله قدرنا نتعداه واخدنا ماتشاتنا كلها كسبناها الحمد لله 3-0 او 3-1. جينا ماتش الزمالك كان هما لو كانوا كسبونا كانوا هيحسبوا الدوري في الدور الاولاني، فالحمد لله كنا عاملين حساب الماتش كويس قوي ومركزين عشان ده ماتش البطوله، والنادي الاهلي معروف تحت ضغط بنلعب، ويكون في ماتش بطوله زي ده لازم نكسب، فالحمد لله يعني قدرنا نفوز عليهم في الدور الاولاني وفي الدور الثاني الحمد لله. وان شاء الله نركز في الكاس الفتره اللي جايه، احنا عندنا يومين اجازه وهنبدا السبت تمرين عشان عندنا كاس ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحسب الكاس برده ان شاء الله. كابتن دولا بشكرك جدا ومليون مبروك مره ثانيه، وقبل كاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. طبعا ده كابتن هيثم، كان لقائنا مع كابتن دولا كابتن محمد عادل لاعب فريق النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاروق صلاح ولقاء مهم مع مطرقه النادي الاهلي احمد سعيد، اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك بتقول المطرقه بتاعت النادي الاهلي الكابتن احمد سعيد. كابتن احمد هو بالمناسبه كابتن هيثم من الناس اللي قليل لما بتطلع على شاشه قناه النادي الاهلي او وسائل الاعلام. كابتن احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، لقاء احنا مستنيينه بقالنا كتير، لكن انا عايز اتكلم على لقطه مهمه جدا مع انتهاء المباراه. كابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يهني اللاعبين وكان بيتابع المباراه، دور كبير جدا للكابتن محمود الخطيب مع الفريق وكل منظومه النادي الاهلي، ودور كبير جدا لمجلس الاداره. طبعا يعني الحمد لله طبعا على المكسب، وانا بهدل المكسب ده لجمهور النادي الاهلي وكل الناس اللي واقفه معانا وضدنا ومعانا، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه وكسبنا، وكنا جاهزين ومركزين لان فعلا احنا خسرين ماتشين، فده كان صعب في حد ذاته، بس الحمد لله يعني الفرقه دي رجاله ووقفنا كلنا مع بعض، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب والحمد لله. احمد يعني تهنئه الكابتن الخطيب بالنسبه لكم يعني مع انتهاء اخر نقطه، والكابتن الخطيب دايما في الموعد في ظهركم في اي وقت. طبعا يعني انا بحب يعني كابتن محمود يعني اشكره اللي هو فعلا بيوقف معانا، واي حاجه كنا بنطلبها كان بتيجي على طول، والحمد لله اللي احنا قدرنا ان احنا نكسب ونديله الدوري ده ان شاء الله. هدوءكم بقى النهارده في التعامل مع المباراه، كان في هدوء في ثقه كانت منعكسه على الكابتن ميدو سلامه والجهاز الفني وايضا على اعضاء مجلس الاداره الموجوده في ارض الملعب. لا يعني والله الحمد لله احنا كنا جاهزين اصلا من بدري، فعلا ماتش الجيش يعني حصل دروب، فالحمد لله اللي هو جه في الماتش ده، والحمد لله احنا كسبنا برده اول لقاء مع نادي الزمالك كان برده 3-0، كان في نفس الصاله دي، وكان اللي احنا كنا واثقين الحمد لله ان احنا كنا هنكسب، وكان كل ده بالهدوء، وكان عادي اول لما الشوط يخلص عادي احنا لسه ما بداناش، لغايه لما الحمد لله نهايه المباراه قدرنا ان احنا نسيطر على كل حاجه الحمد لله. اشكرك يا كابتن احمد وبالتوفيق ومبروك ومليون مبروك، ومستنيين منكم بطوله كاس مصر يا رب ان شاء الله. انا اوعدكم واوعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد سعيد مطرقه النادي الاهلي، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام.
فاروق صلاح من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قلنا لحضراتكم ان الحقيقه يعني الفريق ده فريق بطل وفريق اثبت بقوه ان هو قد المسؤوليه، حتى في الدور الاول لما كان نفس الضغط ده استطاعوا ان هم يحولوا نتيجه المباراه ويقدروا يحولوا نتيجه الدوري كله الى كفه النادي الاهلي. خلينا نروح لارض المباراه وسالا حامد والكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق، اتفضل يا سالا. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، ومستمرين طبعا معاك في تغطيتنا النهارده، ومعايا طبعا سياده اللواء الكابتن خالد ابو زينه طبعا مدير اداري لفريق النادي الاهلي. يا كابتن خالد برحب بيك طبعا في البدايه، وعايز ابارك لك على مباراه اليوم والتتويج بلقب بطوله الدوري للمره 33 في تاريخ النادي الاهلي للمره الرابعه التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بشكر حضرتك استاذه سالا، وبشكر كابتن هيثم، وبشكر قناه النادي الاهلي اللي هي ملحقانا في كل مكان، وده طبعا حاجه مش غريبه، وده بيدي دافع جامد جدا لينا. بالنسبه للمباراه يعني مبروك لينا كلنا، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، مبروك للنشاط الرياضي، مبروك للجمهور بتاعنا العظيم اللي متابعنا على طول ودايما يسال علينا، مبروك للعيبه وللجهاز. الفرقه منضبطه جدا، ده اللي انا بقدر اوصله للناس، لكل مجتهد النصيب. فرقه عارفه استلزاماتها بالظبط اللي بتعمله، عندها حافز من اول يوم ان هي تكمل المسيره، وزي ما قلت قبل كده ان هي تحصل على الدوري وتحصل على الكاس. الانضباط بيؤدي الى النجاح، دي نمره واحد. نمره اتنين النوايا الصافيه، كل الناس نواياها صافيه ان احنا نكسب، مفيش اي نوايا مش مظبوطه داخل الفرقه ولا داخل الجهاز، احنا كلنا تيم ورك واحد على قلب راجل واحد زي ما انتم شفتوا بالظبط. روح اللعيبه كلها، ما اقدرش اقول كابتن الفرقه طبعا كابتن عبد الله لعيب مخضرم، كابتن احمد صلاح، احمد سعيد، حتى الاحتياطي اللي بره، انت عندك تيم تاني بره مع الفريق، ده بيدي دفعه ودفعه قويه لقدام. طبعا احنا السنه دي مرينا بظروف صعبه جدا 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 اللي هي جائحه، وقفنا كتير، تمام، كان ده في مشقه على الجهاز الفني علشان احمال التدريب والعوده ان هو يبدا من تاني، وكل شويه جدول بيتغير، تمام. بس الحمد لله احنا استطعنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى واصرار من اللعيبه ان هي عايزه تكسب، ان هي تحصل على بطوله الدوري، بطوله ثمينه جدا للنادي الاهلي، بطوله رقم 32. وان شاء الله احنا عندنا 5 ايام وهنلعب الكاس. الكاس بالنسبه لنا مهم جدا 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 جدا، لان حضرتك برضو هيبقى الرابع على التوالي، فطبعا احنا عندنا اصرار واللعيبه عندها اصرار ان احنا نحصل عليه، على كاس مصر. طبعا الظروف ما ساعدتناش ان احنا البطوله العربيه زي ما حضرتك عارفه اتلغت، بطوله افريقيا احنا ما سافرناش لرمضان والجائحه بتاعت كورونا، تمام، برغم ان مجلس الاداره مساندنا من كل النواحي في كل حاجه. يعني انا بصراحه بشكر مجلس الاداره كله فردا فردا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وبشكر اداره النشاط الرياضي، يعني وبنهدي الكاس ده لكابتن محمود الخطيب، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله، ان احنا حصلنا على بطوله الدوري، وبنوعده باذن الله ان احنا هنهدي له برده كاس بتاع كاس مصر ان شاء الله اللي هينتهي يوم 21/6 باذن الله. كابتن طبعا خالد ابو زينه بشكرك جدا، ودايما الماسترز يعني سبب فرحه جماهير النادي الاهلي، دايما مفرحيننا سواء بادائهم او بالتتويج طبعا بكل البطولات. بشكرك جدا وقبل الكاس ان شاء الله. شكرا جزيلا، وانا بشكر قناه النادي الاهلي، وبشكر كابتن هيثم سعيد، راجل محترم جدا وراجل فاضل، ويعني طبعا كابتن كبير يعني، فبشكره يعني على تغطيه المباراه النهارده، واعتقد ان انتم اتمتعتوا يعني. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. طبعا ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع الكابتن خالد ابو زينه مدير الاداري لفريق النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سالا حامد من ارض الملعب ولقاء مع كابتن خالد ابو زينه، بشكرك شكرا جزيلا. احنا يا كابتن خالد اللي بنشكر حضرتك، لان انتم الابطال، انتم صح اصحاب المجهود، احنا عوامل مساعده بنساعدكم، لان انتم فعلا الابطال اللي فرحتونا النهارده، فرحتوا كل جماهير النادي الاهلي. وخليني اقول كمان انه حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه الجماهير واعضاء الاهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية مساء اليوم بنتيجة 3-0. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق
نتائج متميزة وقدم معروضا طيبة. وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز مستمر، مؤكدا على ثقته في إخلاص رجال الطائرة وكل عناصر المنظومة على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات. وزي ما حضراتكم شايفين خطاب الكابتن محمود الخطيب أو تهنئته دائما أبدا بتبقى في الأول الإشادة طبعا والتهنئة، والإشادة بالفنية والسلوكية، ودايما بيؤكد على السلوكية في أداء اللاعبين لأن هو ده كابتن محمود الخطيب، والروح العالية كمان والتركيز على البطولات القادمة، ننسى البطولة اللي فاتت لأنها أصبحت تاريخ ودايما أبدا كابتن محمود بيقول كده، وتركيز في البطولات القادمة لتلبية مطالب جماهير النادي الأهلي، هو يدرك جيدا مطالب جماهير النادي الأهلي وهي البطولات. طيب خلينا نروح لأرض الملعب تاني وسالة حامد. طيب خلينا لسه مش جاهزين، نجهز وبعد كده نروح لأرض الملعب. طيب كابتن احمد قبل ما نروح لارض الملعب، يعني حضرتك كنت مجهز مفاجاه عايزين نعرفها. لا يعني مش مفاجاه طبعا، انا برضو في اول حاجه انا بشكر الجهاز الفني في النادي الاهلي درجه اولى ان هو ساعد كتير قوي القطاع الناشئين. حضرتك كمدير قطاع الناشئين طبعا شايف، انا شايف اللعيبه في لعيبه اللي شاركوا في المرشات التمهيديه في اللعيبه من فرقه الناشئين وفرقه الشباب بالزي بتاعه ويحتفلوا مع اللعيبه شايفهم طبعا. فدي يعني ودي ساعدتنا كتير، ان الحمد لله الاسبوع ده احنا كسبنا بطوله الجمهوريه 17 سنه و19 سنه بفضل ان اللعيبه كانت بتتمرن مع درجه اولى وكان بيلعبوا معاهم فاكتسبوا خبره كويسه قوي، هي ساعدت ان احنا نكسب النصر. صحيح، واحنا بنوجه له الشكر مع حضرتك اكيد. احنا طبعا بقى المفاجاه ان احنا الاهلي يعني كسب 3-0 75 نقطه، والزمالك جاب 67 نقطة، الأهلي جاب 60 نقطة بمجهوده، 8 بلوك 8 إرسال، 44 نقطة بالهجوم و15 نقطة من فريق الزمالك. يعني احنا خمسه، خلينا نتكلم في اللي انا عارف يعني حضرتك عايز تقول ايه. 75 نقطه نادي الاهلي، 60 منهم نقطه نادي الاهلي، 60 نقطه هو جابهم بمجهود، و15 نقطه نتيجه اخطاء من نادي الزمالك. اديني بقى الثانيه. الزمالك جاب 67 نقطة، تمام، 33 نقطة الزمالك جابهم، 5 بلوك 5 ارسال، 23 نقطة بالاتاك، والاهلي اداله 34 نقطة. يعني أربعة. الاهلي اخطاؤه اكتر من زمالك ما ولا جاي. يعني المستوى اللي ظهر بيه نادي الزمالك النهارده كان هدية من نادي الاهلي. بالاخطاء ال 34 خطأ. اخطاء يعني هو اخطاء طبعا، ارسال شبكة يعني كور بلوكات ممكن بره الملعب. يمكن الزمالك كان يعني كان الاهلي برضه في يمكن نوع من التوتر شوية، لكن هو يعني هو في المقابل 15 نقطة بس اهداهم نادي الزمالك النادي الاهلي. النادي الاهلي اهدى 34 عشان كده الاهلي كسب يعني هو اللي بيجيب نقطة يعني. هو اللي بيجيب وخاصة نقطة. في الاتاك يعني الاتاك هو ال 44 نقطة والزمالك 23، يعني كل الكور تقريبا معظمها بتبقى لا اتاك. احنا جبنا 44 نقطه من الاتاك من الزمالك 23 نقطه يعني هو ماكس يعني بيلعب في تقريبا يعني في الملعب كلاعب فولي بول احنا في الاهلي الاهلي عشان كده بقول لحضرتك يعني فرق واضح كبير جدا في واحنا كنا لامسين ده حتى كابتن الاهلي يعني يمكن ضيع 20 ارسال من 34 من 34 هديه اللي اداهم لنادي الزمالك كان فيها اربعه يعني يمكن عشان يكسب النادي الاهلي هو في الحاله دي برضه لازم يعمل مجهود يعني لا يعني برضه 34 خطا مباشر راح للنادي الزمالك يبقى احنا فرقه ما شاء الله قويه قوي طبعا ان انت يعني عشان بالهجوم ده بتعمل ارسال قوي جدا، بتعمل بلوك، بتعمل دفاع، بعدين بتعمل كونتر اتاك. صحيح يعني دي النقطه، انت بتكسب لو الارسال معاك صحيح بتكسب بالنقط، ولو الارسال معاك استقبال برضه بتكسب بالهجوم. صحيح يا كابتن. استاذن حضراتكم هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره بفوز بقى مش تغطيه للمباراه، ده بفوز النادي الاهلي رجال الكره الطائره بالدوري للمره الرابعه على التوالي وال33 في عمر النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. في حاجات واماكن ومعارف ونسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، الأهلي كيان ومكان في القلب وعشق عمر، الأهلي في كل زمان نادي الشياطين.
قوه جماهيره على رفع الراس وعلى النصر. اشهد يا تاريخ ان الاهلي ده الاسم اللي تشرف مصر. الاهلي في دم اللي يحبه عامل زي اهلا بحضراتكم من جديد. وكما تمنيناها ليلى بلون تيشيرت النادي الاهلي استطاع رجال الكره الطائره خلاص بقى يعني الواحد بدا ياخد نفسه الحقيقه لانه احنا كنا في الماتش انا وضيوفي منفعلين جدا جدا خاصه في الاول وبالاخص كمان الثاني ودلوقتي خلاص الحمد لله بقى واقع مكسب حاجه تفرح رجال الكره الطائره للمره الرابعه على التوالي الفوز ببطوله الدوري العام المره 33 في تاريخهم ان شاء الله كاس مصر باذن الله مش هنتهاون فيه واكيد هيحققوا البطوله. اجي طبعا لضيوفي الكابتن ممدوح يعني تاني هدينا بقى يا كابتن والفرحه كانت يعني بزياده زي ما بيقول فرحه غامره طبعا الحمد لله والشكر لله. انا النادي الاهلي للكره الطايره بيسطر التاريخ طبعا بمناسبه تهنئه الكابتن محمود الخطيب. الناس كلها ما تعرفش الجانب الانساني للكابتن محمود الخطيب. انا عن الملف الشخصي بتاعي كابتن محمود الخطيب وقف جنبي في ثلاث مواقف لن انساهم، منهم جالي انزلاق غضروفي في البطولة العربية في الأردن، أما رجعت كان كابتن محمود الخطيب بيتعالج في ألمانيا من نفس الإصابة، أما رجع كنت بتعالج في غرفة الكورة بجنبي الكابتن محمود الخطيب على نفس السرير. دخل للدكتور حسين شاكر قال له جلسات عملتها في ألمانيا بهذه الطريقة وعمل لي الجلسة بإيده زي ما عملها في ألمانيا. ده موقف. الموقف الثاني بعد ماتش الاعتزال كنا لعبت الكوره والباسكت والهاندبول والفولي بيلعبوا خماسي في كره القدم بعد في 3 ايام في الاسبوع بعد الصلاه العصر في ملعب الكوره اللي في النادي الاهلي اللي مقر النادي الاهلي. كنا بنلعب مع بعض فاول ما شافني سال عليا اخبارك ايه دلوقتي عامل ايه، قلت له انا جاي لي عقد في دوله خارجيه كمدرب بس المشكله عندي ان انا ما بعرفش اخد اجازه والشركه عندي منع ان انا اخد اجازه بدون ذكر اسامي شركات بدون ذكر اسامي. انا طبعا مقدر الموقف. فقال لي فين؟ قلت له في الشركه الفلانيه. قال لي بكره اجي معاك. فعلا وراح معاك. انا كابتن محمود الخطيب هيجي معايا؟ فمش مصدق نفسي. قال لي طب خلاص تعالى بكره. رحت له مكتب الاهرام فكلم رئيس مجلس اداره وبعت الفاكس بنفسه لرئيس مجلس اداره. رحت اكني كلمه السر محمود الخطيب اتفتحت لي الابواب وخلصت الاجازه طبعاً. دي في خلال ثلث ساعه قبول والحب. الموقف الثالث في ماتش اعتزالي لقيته جايب لي شيكين من اكبر شركات اعلانات في مصر وبيقول لي دول هديه النادي الاهلي. فعلا انا يعني اول مره اذكر الكلام ده بس حبيت ان هو بعد التهنئه اللي قدمها ودعمه المعنوي عمر والفني عمره ما كان بعيد كابتن محمود على اللعب الصراحه بشكره وبنشكر رجال النادي الاهلي على المكسب والفرحه اللي هم ادوهولنا والجماهير والسوشيال ميديا اللي هم انا ما شفتش في حياتي فرقه خسرت ماتش الجماهير كلها بتساندها وبتقول لهم احنا واثقين فيكم. فبعد الماتش انا يعني شفت وبلف على المواقع لقيت فعلا مسانده الجماهير لفريق الكره الطايره لان صحيح. فعلا فريق الكره الطايره بتفرح جماهيرها دايما اما بيقعوا الجماهير بتقف في ظهره دعم دعم فالحمد لله بنشكر كل الجماهير اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين النهارده عبد القادر بكلمته النهارده فبالتوفيق في الكاس عشان ننهي الموسم ببطولتين ان شاء الله. وخلينا اقول برضو حضور مجلس اداره النادي الاهلي او اغلب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي النهارده المباراه فده كان دعم كبير جدا وثقه غاليه من مجلس الاداره للاعبين. شفنا الاستاذ العامري فاروق موجود، شفنا الاستاذ محمد الضماطي، مهندس محمد الجرحي، شفنا مهندس محمد سراج، بيتهيألي الاستاذ طارق قنديل كان موجود تقريبا كمان، يعني تقريبا اغلب اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين وده دعم كبير جدا لطبعا لاعيبه والثقه. يعني انت لما تكون خسران الجوله اللي قبل الاخيره وكل مجلس اداره
بيدعمك بالشكل ده اكيد دي ثقه غاليه، وقبلهم كان جمهور النادي الاهلي كمان بيدعم هذا الفريق. يعني يا كابتن يمكن حضرتك راجل فني وبتحب الارقام، عندك ارقام كده؟ خلينا بقى نتكلم شويه فنيات كده عن الماتش عشان يمكن نحلل اداء فرقتنا بالسريع بس كده. يمكن تسجيل النقاط يعني مش بدقه 100%، يعني كانت صعب الواحد يعمل. كتر خيرك يا كابتن. يمكن احمد صلاح جاب 14 نقطه، رقم 6 كريزمير جاب 13 نقطه، رقم المحترف برضه 13 جاب 13 نقطه، عادل جاب 5، احمد سعيد جاب 7، عبد الله جاب 4. بس دي ممكن دي تبقى دي مختلفة طبعا، دي مختلفة بس ممكن بس بس ده مؤشر بيقول على نجم يعني نجوم الفريق. بس بعد كده كلهم نجوم، ما فيش انا عايزكم بس تجيبوا لنا لقطه المباراه اللي اتفقنا وانا وضيوفي ان هي دي لقطه المباراه. مش عارف فاكرينها يا جماعه؟ انا كنا قلنا عليها لو الزملاء سامعيني احنا عايزين نعدها. ماشي. طيب ان الفرقه كلها شاركت في المكسب ده، ما فيش واحد، ما عندناش كان واحد يعني. طب انت من وجهه راي يعني من وجهه نظر حضرتك، خليني ما اقولش يعني نجم المباراه، هنقول نجمين المباراه، خلينا نقول برضو عشان النجوم كلهم كانوا كتار. ما هو طبعا نجم المباراه، مهم عليك اقول لك نجمين من المباراه. ما نجمين المباراه يعني احنا جبنا 44 نقطه في الاتاك، فهو طبعا بيبقى وراهم هو عبد الله عبد السلام المعد. يعني صحيح. ان هو منوع وكده دايما طبعاً. بيبقى بيلعب سريع لما بيبص ليه. طب يا كابتن معلش دي لقطه المباراه، معلش يا جماعه نعيد اكتر من مره، دي لقطه المباراه. الحقيقه كانت قاسيه شويه لانها كانت في وقت مهم، وعايز عامله دي زي الدنك في كره السله كده. لا نقول القضيه يا كابتن، القضيه. يعني دي القضيه يا جماعه فعلا، تتفقوا معايا دي القضيه كانت دي ولا حقيقة. ايه؟ لانه الحقيقه انه كانت الـ 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 النقطه دي مهمه، وكانت عارف خلاص بتقول يعني انا يعني النادي الاهلي بيقول خلاص انا مش هسيب البطوله يا كابتن احمد. واترفعت يعني اعتقد ان هي اترفعت غلط من ليبرو كمان. ليبرو كان المفروض يرفعها الناحيه الثانيه، فهو رفعها بظهره، يعني تبقى صعبه قوي. دي كانت في الشوط الثالث، في نهايه الشوط الثالث لما النادي معلش يعني عدوها ثاني يا جماعه. هو المرفوع كان يرفعها الناحيه العكس، هو من 5 المفروض كان يرفعها في 2، لكن هو رفعها وراه، فكانت صعبه قوي بالنسبه لي. عدوها لنا ثاني يا جماعه عشان الناس تتخيل الكلام اللي بيقوله كابتن احمد. يعني بصوا يا جماعه الكره اتردت، الرفعه كانت المفروض تبقى في وشه الناحيه الثانيه، ولكن رفعها بظهره. رفعها بظهره، ودي كانت صعبه. صعب ومع صعب ذلك يعني. واللعيب يعني جاتها برده جايه من جنبه، فمش جايه بالمواجهه يعني. لا معلش عيدوها لي ثاني يا جماعه. كره جميله وعلى فكره يعني احنا كلنا اتفقنا ساعتها يا كابتن ان دي، لكن طبعا الواحد يتاسف ان هو كانت تيجي في وشه. لا احنا مش بص يعني عارف زي دنك كره السله كده، زي دنك يعني كره السله تعمل دروب يعني نفسي مع المنافس، وفي نفس الوقت شفت الروح المعنويه تبقى عاليه جدا. رفعها مين يا كابتن؟ رفعها مين؟ محمد رمضان. المفروض يرفعها بالمواجهه بتاعته. هو اختار الصعب، هو اختار الصعبه دي ان هو وصل اللعيب 13. بس بص الاعداد ريموند استعدلها ازاي يا كابتن؟ يعني ريموند خد خطوتين ورا واستعدلها، كان متقدم قوي على الشبكه ورجع، فهي كانت يعني هي صعبه جدا ان هو يشوطها بهذا الشكل. لقطه المباراه. طب يعني خلينا برضو يعني يا كابتن انت يعني حضرتك يعني مقتنع ان نجم المباراه الاول هو عبد الله طبعا، واللي بعديه بقى احمد صلاح طبعا. احمد صلاح ورقم 6 رقم 6 النهارده برضو كان كريزمير ولا كريزمير كان رقم 6 ورقم 13 الاثنين محترفين. طيب كانوا طبعا دايما صلاح. كابتن ممدوح بيبقى ليه يعني انا بهدي النفوس يعني بيبقى ليه راي مخالف عن حضرتك؟ لا ماشي رايك. انا بهزر يا كابتن. لا طبعا ما ننساش دور الليبروهات كابتن محمد مسلح النهارده بيقدم نموذج من اللعب الحديث، ان هو بيستفيد من كل امكانيات اللعيبه. نعم. ولذلك بيخلي محمد معوض استقبال ومحمد رمضان دفاع. فهو بيستفيد من الاثنين الليبروهات داخلين طالعين بيطلعوا كل الكور. يمكن الكره اللي حضرتك ذكرتها شوف محمد رمضان رافعها في توقيت صعب جدا وبضهره. من مكان صعب جدا وبظهره ريموند هو داخل جوه الملعب عشان يرجع ويشوط زي كده الكوره زي كده وعلى الخط من اصعب القرار العالميه ان هي تتحط بالكوره بالطريقه دي. صحيح. تملك الكوره دي اللي هي بيسموها الاوت اوف سيستم طبعا بتلعب كورسات كان المفروض يرفعها لاحمد صلاح يرفعها في وشه الضريب اللي في وشه الاسهل ويبقى ظابط كورته انما رفعها بظهره وكانش الغريبه يا كابتن انه ما كانش شايف تحركات ريموند يعني تحركات ريموند في ظهره بس هو متاكد ان ريموند هياخد الخطوتين ثلاثه دول هو رفعها مكان مظبوط يعني على الشبكه حتى هو رفعها ولف بص راحت صح ولا لا هو حفظهم لبعض وتمنهم مع بعض بيبقى عارفين امكانيات بعض هي دي ميزه انك تستفيد من الكوره الاوت اوف سيستم في فرق كتيره جدا تلاقي بيغلطوا في النقط دي بالتالي بيخلوا الفرق اللي قدامهم هي اللي بتعلى وبتاخد سكور انت النقط دي بتستفيد بيها بالضريبه اللي معاك بذكاء اللعيبه اللي في الملعب عبد الله عمل كوره في الشوط الثاني مع احمد صلاح
كورة كانت طالعة دفاع وخلاص معدية ملعب الزمالك جري 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 واخبار حياتك وطلعها ورجله ما عدتش الخط الثاني. دي خبرة عبد الله الكبيرة ومع أحمد صلاح نهى الشوط الثاني في توقيت كنا ماشيين إيكوال وكان لو الزمالك دخل وخد الشوط ده كان الماتش هيبقى في الملعب هنا. مين نجمين المباراة كده؟ نجم بالنسبة لي زي ما اتفق مع كابتن طبعا أحمد زكريا خبرة كبيرة جدا، عبد الله عبد السلام وخبرته، أحمد صلاح كون ان هو عبد الله بيفوقه في توقيت وامتى بيديله وامتى مفوق كل لعيبه بيفوق احمد سعيد. لا يعني عبد الله واحمد سعيد ونحط معاهم ريمون دي حقيقه كل اللعيبه النهارده. طب بمناسبه يا كابتن الليبروهات وحضرتك بتتكلم عن الليبروهات ودورهم الكبير، كان في لقاء سجلناه اثناء او بعد طبعا اثناء الاحتفال بالتتويج، سالا حامد كانت سجلته مع محمد معوض، خلينا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا معايا في هذه اللحظات ليبرو النادي الاهلي وطبعا لاعب النادي الاهلي كابتن محمد معوض. طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك طبعا على ادائك النهارده، يعني اداء متميز طبعا طوال الثلاث اشواط في المباراه وطبعا تتويجكم بلقب بطوله الدوري. الحمد لله الله يبارك فيكي. في الاول طبعا عايز اسلم على كابتن هيثم وكابتن ممدوح وكابتن احمد زكريا حبايبنا، ووشهم حلو علينا دايما الحمد لله، اي ماتش متذاع في استوديو بنكسبه بسهوله الحمد لله. ماتش صعب، ماتش فاينل، السنه دي كانت صعبه شويه علينا ان اول مره نلعب الماتش الاخير ولسه الدوري في الملعب. في الاول كنا بنحسمه من بدري، بس الحمد لله بعد هزيمه الجيش قدرنا نتماسك واتمرنا كويس اخر فتره دي وقدرنا نحسم الماتش الصيف الحمد لله. يمكن يا كابتن الموسم ده كان صعب على كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، كذا مره الدوري يتوقف كمان بسبب فيروس كورونا، يمكن كان في اصابات كمان موجوده في صفوف الفريق وبعض اللعيبه كانوا اصيبوا بفيروس كورونا. يعني طبعا كلمني عن الاجواء دي اللي انتوا عشتوا فيها، ولكن برغم الاجواء دي نادي لعيبه النادي الاهلي كانوا رجال وكانوا قد المسؤوليه وقد ثقه جماهير النادي الاهلي وقدموا اداء متميز. وطبعا يعني فاضل اسبوعين على الموسم، موسم يعني جملي متعب جدا. احنا بدانا تمرين بعد كورونا السنه اللي فاتت في شهر 6، كده بقى لنا سنه كامله بنتمرن ونلعب ماتشات. موسم صعب جدا، حصل فيه اصابات، الفرقه كلها جالها كورونا مره واثنين، والماتشات اتاجلت كتير، فده بالنسبه للرياضي مش كويس. انت لازم تبقى عارف ماشي ازاي، حملك ماشي ازاي، ما ينفعش ماتشات تقعد تتاجل. بس يعني دي ظروف الحياه حاليا، الحمد لله احنا عندنا ناس خبره كتير فقدرنا في وقت الجد نتماسك ونحسم الدوري الحمد لله. يمكن زي ما شايفين الفرحه حلوه، يعني طبعا فرحتكم بلقب بطوله الدوري لان المباراه دي كانت مباراه صعبه ويمكن اهم مباراه ليكم طوال الموسم ده بالذات في بطوله الدوري. طبعا ماتش الزمالك مهما كان المركز اللي هم فيه، مهما كان الماتش على ايه، ماتش مهم جدا بالنسبه للجماهير طبعا وبالنسبه للنادي الاهلي طبعا. ده كمان ماتش فاينل، فالناس كلها كانت مستنياه والناس كانت قلقانه شويه عشان خسرنا ماتشين والماتش الاخير، بس الحمد لله عايزين نقول لهم ما تقلقوش على الماسترز، اي وقت جد احنا موجودين الحمد لله. كابتن محمد معوض طبعا ليبرو النادي الاهلي بشكرك جدا ومليون مبروك مره ثانيه وعقبال الكاس. شكرا، ربنا يخليك. شكرا يا كابتن. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع ليبرو النادي الاهلي كابتن محمد معوض، والان العوده مره اخرى للاستوديو. هيا ده كان لقائنا مع محمد معوض احد نجوم او ليبرو النجم في الفريق، هو طبعا ومجموعه اللاعبين، وشفته ازاي وبيقول يعني ما تقلقوش على الماسترز، ودي طبعا النقطه اللي كان بيتكلم عليها وكانت مهمه جدا. دي كانت في الشوط الثالث اللي عدناها لحضراتكم قبل كده، ولو تاخدوا لعبد الله عبد السلام طلعها وخلصت بنقطه لاحمد صلاح، يمكن دي اللي كان كابتن ممدوح بيتكلم عليها وكانت نقطه مهمه كمان. لو تاخدوا بالكم هتلاقوا الاداء كان رائع وكان فيه رجوله وكان فيه تفاني في الاداء في الملعب. يمكن يا كابتن الكره دي يعني كانت مهمه جدا طبعا. يعني بص عبد الله عبد السلام لحقها وبيجيبها عشان تروح سهله للي وراه، مش بيجيبها وخلاص، ما هو جابها لو كان لو اندفع كان دخل جوه، لكن هو واقف وراجع بجسمه ورا. وبص احمد صلاح برغم انها جت ورا ظهره سنه ولكن قدر ما يضيعش تعب عبد الله. الله ينور، ما يضيعش تعب، يعني في ثنائي، يعني احنا ما نقلقش على النادي الاهلي طول ما ان شاء الله عبد الله عبد السلام واحمد صلاح موجودين وكل اللاعبين. انا مش عايز انسى حد يا جماعه، احنا بس بنقول طبعا النجوم والخبره الكبيره اللي محدش ابدا يقدر ينكر دورها. يعني بصوا عبد الله عبد السلام يا جماعه دخل ومفيش ما عداش الخط وقف، لو كان دفع وكان فيها اخذ خطوه كمان دفع بس عصر ركبته قوي كده. في كره ثانيه في نهايه الشوط الثاني لاحمد صلاح نهى بيها الماتش، فعلا غير نتيجه المباراه لصالح النادي الاهلي وكافه النادي الاهلي. في الشوط الكام الثالث؟ الشوط الثاني اخر نقطه، اخر نقطه في الشوط الثاني يا جماعه. طيب مهمه جدا الجماهير تشوفها، خبره احمد صلاح بتظهر دي خلصت في الوقت المناسب. انت احمد صلاح ما بيشوط الكوره انت قاعد بره في ثقه ان احمد صلاح هيخلصها. عبد الله وقت الزنقه بيديها لاحمد صلاح. جه احمد برضو عبد الله في اخر الكوره في الماتش رفع خمس كور لاحمد سعيد، مصر ان احمد سعيد اللي هو ينهي الكوره عشان يكافئه في طول الماتش
اداؤه المتميز وروحه العاليه السلاته القويه إيه؟ حقيقه خبره عاليه جدا. هادي يا كابتن، هادي اخر كوره اهي، دي اخر كوره كانت في الشوط الثاني. وخلي بالكم الكوره دي بقى اللي تقريبا خلاص 2-0 وخلت مهمتنا في الشوط الثالث سهله الحقيقة. يعني بص بص بص، المحترف بايد واحده وبيجيبها في نص الملعب عشان تبقى سهله في الرفع، ريمون وبياخدها، ده احمد سعيد اللي رفعها دي يا كابتن. واحمد صلاح ناطط من المنطقه الخلفيه، لا لا يعني وقذيفه يعني اقول ايه، بس يعني احمد سعيد بيرفع لاحمد صلاح وريمون بيجيبها، لا يعني اداء كان الكره دي سيمفونيه بصراحه، الكره دي طرب. احمد لما بيضرب الكره بتسمع لها صوت، يعني بص بص المحترف، بص احمد سعيد بيبص فين احمد صلاح اديله، بالرغم ان هما الاثنين ضريبه، لا ما فيش، ملوش هو الحل الوحيد اللي هو كان احمد صلاح يعني كان يعني قصدي اقول لحضرتك ان التفاني في الملعب وزميلي هو ده اللي ياخد وده اللي يدي روح، هو كان هو ما يقدرش يرفعها في اربعه للمحترف انه واقع على الارض وهو الضارب الثالث، فلازم احمد صلاح، واحمد صلاح استعد لها ورفعها في المكان المظبوط يعني دي برضه. انا عايز اقول حاجه، ان يعني الاهلي عنده اكتر من 14 لاعب 15 لاعب في التمرين، بتحس ان هو المستوى التمرين يمكن اعلى مستوى المباراه، فعشان كده المستوى اللعيبه العالي جدا، ان اللعيبه تنافس فينهم في التمرين هو ده بيرفع المستوى يعني بيرفع. وكمان يا كابتن انا معلش باخد من كلام حضرتك وابني، احنا النهارده بنشكر كل اللاعبين اللي ما شاركوش، لا ما شاركوش، اللعيبه اللي كانوا جوه الملعب خلاص دول تمام، اللعيبه اللي ما شاركوش النهارده زي عبو لا مفيش نجوم ولا يقل ابدا من مستواهم، وكمان اللعيبه اللي كانوا بره التشكيل، رايك يا كابتن؟ لا ما اقول لحضرتك يعني هو يعني هو عشان كده مثلا زي مثلا بيقول الملاكمه مثلا، واحد ما يقعد يتمرن كده لوحده غير ما واحد نفس القوي، فهو ده اللي بيحصل في التمرين، الفرقتين بيبقى ماتش يعني بيبقى تمرين جامد جدا. احنا عايزين برضه نشكر النهارده ما لعبوش يا كابتن عشان نشكره، لا ما هو هو لا ما هو ده النهارده عبو، وفي مين تاني النهارده؟ عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي برضه، محمود رؤوف، محمود رؤوف شارك على فترات. انا بتكلم كمان اللي ما شاكوش خالص، يمكن مين كان ابرزهم؟ حسام يوسف احمد، هو فعلا كابتن محمد مسلحي مقدم لنا نموذج النهارده، استفاد بخبره محمود رؤوف في الشوط الثاني وغير نتيجه الشوط الثاني، نزل في وقت من مكان كازيمير على السيرف، كان سيرف مؤثر جدا، هو اللي قرب النادي الاهلي المكسب المباراه، وعمل كده في الشوط الماتش الاولاني، دي حقيقه. وفي نفس الوقت نزول عبد العال في اخر المباراه، اصرار محمد مسلحي في توقيت مناسب جدا ان هو غير المحترف بمكان عبد العال عشان يستقبل كرة مهمة جدا عشان احمد سعيد ينهي بيها الماتش. هنا كابتن محمد مسلحي ما لعبش في الفرقة كتير النهارده، فضل الفرقة ثابتة، الفرقة مستواها كويس، حتى اللي ما كانش موفق في البداية وفق بعد كده، فعلا وفق بعد كده بخبرة عبد الله وخبرة محمد مسلحي. محمد مسلحي مقدم موسم ان هو حتى اللعيبة الصغيرين اللي كانوا طالعين الفريق الأول وداهم إعارة، منهم عمر اكرم اللي هو كان سبب رئيسي في فوز طلائع الجيش في وقت مناسب جدا، كابتن ابراهيم اشركه، عمر اكرم ده كان بلاي ميكر زي احمد قطب في وقت من الاوقاف، اتقلب ضريب وكان معروف لفرقه النادي الاهلي النهارده، كان مؤثر مع فريق طلائع الجيش، كان مؤثر في مكسب طلائع الجيش للنادي الاهلي، وهو ده لعيب طالق اعاره ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بمناسبته ان هو بنسبه الماتش ده جدد لعمر اكرم ان شاء الله العقد بتاعه. محمد مسلحي بعت لعيبه لنادي بتروجيت مع اخوه كابتن محمد مسلحي، هاني مسلحي، واللعيبه خدت خبره زي يوسف الصافي، يوسف مرجان، عمر زكريا، ثلاث لعيبه مؤثرين جدا للنادي الاهلي. كابتن محمد مسلحي هيعيد حساباته تاني في الموسم اللي جاي ويشوف هو محتاج مين، هيطلع مين من قطاع الناشئين، عندنا الفريق الاول، بس خلي بالك كابتن الموسم ما انتهاش لسه عندنا الكاس، انا بقول على الموسم الجديد، فكره ان هو بيخطط للمستقبل وهو بيلعب الموسم ده، فلا ان شاء الله. ودايما يا كابتن قال ابني على كلام حضرتك، الارقام لا تكذب، كابتن محمد مصلحي ميدو لاعب نادي الزمالك النهارده 13 مباراه، فاز في 11 وخسر في 2، وبالمناسبه الاثنين اللي خسرهم كانوا تحصيل حاصل، كان في ماتش ماتش بيريح اللعيبه عشان كان الكاس، يعني ال 11 مباراه مؤثرين ببطولات، فهو يعني راجل بيتكلم بالارقام. لا والسنه يعني السنه جايه في برضو اربع لعيبه ممتازين في منتخب من فرقه 19 سنه بيلعبوا منتخب الشباب، يعني طالعين درجه اولى السنه دي، طالعين درجه اولى، فبرضه هيديهم اعاره اكيد،
يا ارى يا اما هيبقى مستعين بيهم لو بيهم الفرقه حسب ممكن يستعين بيهم او ممكن الصفقات اللي عملها الكابتن ميدو بس لسه طبعا ما نقدرش نقل عنها هم اليوم الحق الاول طبعا هم بعد نهايه طبعاً. الموسم هيعين للصفقات ممكن يرجع يوسف الصافي ممكن يرجع يوسف طبعا هو مصلحه الفرقه هو بيعمل مصلحه الفرقه ومصلحه النادي اهم حاجه بيبقى عنده يعني طبعا ما فيش شك في كده بس خليني اقول لك كابتن انه يعني الكره الطائره تحس ان هي كره طايره بس بطعم كره القدم صح يعني لا صعبه لا مع الارقام اللي بتتحقق الارقام نازله على الانجازات والدعم الجماهير للفرقه واقفين في ظهرنا واخبار حضرتك انجازات وارقام قياسيه بيحققها في الكره الطايره سواء رجال او سيدات فعلا انا فخور ان انا بنتمي لفريق الكره الطايره وفخور ان انا بنتمي للنادي الاهلي مكسب فرقه الكوره والسوبر الافريقي وابطال افريقيا في ابطال الدوري وتحقيق مركز ثالث في كاس عالم مع ابطال الدوري طب كابتن تقول ايه للمحترفين يعني انا شايف بص انا عايز اوريك المحترفين بص الاجانب بيعملوا ازاي بص روح الاجانب تقول ايه يا كابتن للروح الاجانب اللي بسرعه دخلوا بالفانيلا الحمراء وعنده بص تحس انه بيلعب يعني الاجانب دايما بيجي وراجل محترف بياخد مرتبه عشان ادي انما الروح دي مش بنلاقيها كتير رايك ايه يا كابتن ان هو بيحس ان يعني حتى كان المحترف البلغاري فكان من ضمن الحديث بعد بيقول له لا ده واحد واحد صاحبه بيقول له ده ريال مدريد بتاع افريقيا يعني كان من ضمن الحديث ده حديث كان يعني قال لك ده ريال مدريد افريقيا يعني الشرق الاوسط صحيح هو جاي عارف هو جاي ليه يعني او جاي كريزامير وريموند الحقيقه واعتقد ان هم بمستواهم بيرتفع اكتر من ما جاي يعني صحيح يعني صح يعني شايف رقم 13 محترف ال 13 ده يمكن مستواه ارتفع جدا يعني ممكن يرجع يعني هو ده من احد نجوم الماتش يعني لا مرتفع مستواه ارتفع لما جه النادي الاهلي استقباله النهارده حلو ان هو لا يعني ان هو النادي الاهلي تقريبا يعني كل حاجه موجوده في قد احمال في اجهزه طبيه اجهزه لا كل يعني كل حاجه متوفره للفريق الاول الحمد لله يعني النادي موفر كل حاجه صحيح. يمكن مش موجوده في الحاجات دي موجوده كتير قوي في الفرق الاوروبيه يعني طب كابتن يعني برضو انت ليك تعليق على الاجانب نفسي بصراحه زي ما بنتفرج على الدوري العالمي ونشوف الخبرات بتاعه التنظيم التكنولوجيا يمكن الاتحاد الدولي خد 16 قرار في تغيير قوانين لعبه الكره الطائره من ضمنهم عدم تغيير الفرقتين للملعب وثبات الفرقه في الملعب نفسه بحيث ان هو ما يحصلش بلبله محتاج نقل المهمات الفرقه تبقى مركزه الفرقه تستفيد صحيح. من عدم تغيير الملعب. البند الثاني خط التلت لازم يبقى لون مختلف عن بقيه الملعب. خطوط الملعب لغى الحكام بتوع اللايز مان وحط الكاميرات موجود الفيديو تشالنج تراقب الخطوط زي الفار في كرة القدم وزي التنس يمكن تملي الاتحاد الدولي يتحفنا كل يوم في تطوير في كل البطولات كل القوانين دي هتتلعب في اولمبياد طوكيو هنا لا دي بس دي عايزه بقى لا دي عايزه كابتن حلقه بقى تجيب بره الاستوديو بقى ولازم احنا نستفيد من الخبرات دي لا لازم لا لا لازم عايزه زي ما بيستفيد كمان لا عايزه كمان امكانيات ماديه برضو امكانيات ماديه برضو الاعتراض النهارده بسيط من الفرقتين في بدايه المباراه ويمكن برضو الاعتراضات دي كانت موجوده في ماتش طلائع الجيش دي الكره الطايره لعبه التركيز كون ان انا بخش دخل مخرج على التركيز بقل مستواي اعتراضي النهارده طبعا الحكم كوره سريعه جدا ما بيقدرش ياخد فعلا فاحنا بنساعده انا نفسي يبقى النادي الاهلي نفسي اتحاد الكره الطايره المصري يبقى عندنا صاله زي اللي اتعملت في الدكتور حسن مصطفى لكاس العالم يبقى الكره الطايره ليها صاله بالامكانيات بالسوشيال ميديا فرصة ان في العاصمة الادبية صحيح رئيس صحيح القادة السياسية عاملين صحيح قرية اولمبية يبقى فيها التطورات دي ان شاء الله باذن الله يا كابتن وانا بضم صوتي وصوت حضرتك وبشكرك كابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وعضو لجنة التقاء المواهب بشكرك شكرا جزيلا النهارده متشكر جدا لقيادتك الاستوديو باحترافية شديدة جدا وبشكر الاستاذ عزة طه حظ حافظ رئيس التحرير بشكر كل القاده بتوع اداره النادي الاهلي واداره القناه لنقلهم وتطويرهم فعلا للقناه بشكر كابتن احمد زكريا نجم فوق العاده ان انا اتواجد مع حضراتكم النهارده مبروك للنادي الاهلي وعقبال الكاس مصر ان شاء الله ان شاء الله كابتن احمد زكريا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي ومدير قطاع الناشئين نورتينا وشرفتينا الله يخليكم مبروك للنادي الاهلي والحمد لله ده
الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان شاء الله يعني يفضل كده مستمر ان شاء الله. ان شاء الله دايما وشك وش كابتن ممدوح حلو كده على الفرقه باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، زي ما قلت لحضراتكم كانت ليله كما تمنيناها، وكنا ثقه رهيبه في هذا الفريق، والحمد لله توج ببطولة الدوري. بشكركم على حسن المتابعة، بس في النهاية لازم أشكر كل فريق العمل اللي اشتغل النهاردة الحقيقة، واللي قدر بشكل كبير جدا سواء في الملعب في الكنترول السوشيال ميديا، كل فريق العمل النهاردة اشتغل معانا أو اشتغل عشان يطلع هذا الشكل الجميل على الشاشة، بشكرهم ووجه لهم التحية. أنا هختم كلامي بس بكلمة واحدة، الأهلي كيان. في حاجة والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي.